صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسي الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 65 لسنه 2021 بتعيين سفيرين في وزاره الخارجيه جاء فيه الماده الاولى: يعين سفيرا في وزاره الخارجيه كل من الشيخ خليفه بن احمد بن عبد الله الخليفه السيد عبد اللطيف جاسم السكران.